كنا اتكلمنا قبل كده قلنا دي الاجزاء اللي احنا هنتكلم فيها. هو فين باقي الناس؟ انتوا كده على كده النهارده؟ تمام ماشي. شغالين في بروجكت؟ الناس مقطعه نفسها شغل في بروجكت. مش عارف مين كده. ما انا حاسس ان انا دخلت قناه فتافيت من ساعه ما دخلت القسم وسامع الناس بتتكلم. نحط نزود السكر عشان الايه؟ لا دايما بعمله يعني في المجموعات الكبيره بادجت. اه ازمه السنه دي يعني ايه؟ عامل لنا ازمه السنه دي. ليه؟ غاليه؟ لا قليله قوي على الحاجه. قليله قوي على الحاجه ليه يعني؟ يعني لو اتشقلبت شويه كده هتعرف تمشي حالك بيها. طيب كنا اتكلمنا عن البوتس، اتكلمنا على السيريال بوت في الترم الاولاني، والمره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن البارل بوت، واتكلمنا عن الانبوت واوتبوت بوتس بصفه عامه ومعنى كلمه بوت اساسا، وشفنا فكره كده سريعه عن المايكرو كنترولر مع الكيبورد. اللي هتكلم عنه النهارده هو الموتور. زي ما انتم شايفين كده كل الحاجات دي محطوطه على التشيب، وده الوحيد اللقيط اللي مرمي بره، ما اعرفش احط موتور على التشيب. المفروض ان انتوا اوريدي في الثانويه العامه كنتوا درستوا الموتور بالفعل، خدتوا دي سي موتور. الموتور اللي هو البتاع اللي بيلف دوت، تدخل له كهرباء ويلفه، كان قاعده الايد واللي هو اتجاه التيار واتجاه الدوران والكلام ده، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ ولو طشاش حتى. يعني الموتور اللي انتوا خدتوه في الثانويه العامه ده الدي سي موتور، ده شغلته توصل له كهرباء يلف، تفصل عنه كهرباء هيبقى يقف ان شاء الله بعدها بشويه كده، يعني حسب بقى القصور الذاتي. بس مشكله الدي سي موتور انه ما تقدرش تتحكم في عدد اللفات بتاعته ولا زاويه اللف، مالكش سلطه قوي عليه. لو انت محتاج موتور علشان يلف وخلاص، مش محتاج زاويه دوران ولا حاجه، اوكي الدي سي موتور هيؤدي غلط. يعني لو بتقلب اكل مش محتاج اكتر من دي سي موتور يقلبه لك وخلاص، مش هتفرق لفه زياده ولا لفه اقل، يعني هو بيتقلب وخلاص. لكن لو انت عايز تحرك حاجه مسافه محدده زاويه محدده كده، هنا بقى اصبح ان ما ينفعكش الدي سي موتور ده، انت عايز تعمل موتور يكون ليك سلطه كامله عليه، تقدر تتحكم فيه يلف قد ايه، امتى يلف وامتى يقف. الدي سي موتور انت ما بتتحكمش في امتى يقف برضه، لان شويه في القصور الذاتي بيفضل ماشي، يعني هيفضل ماشي شويه بالقصور الذاتي مش بتوقفه. تمام. طيب ازاي بقى نعمل موتور بيعمل الشغلانه دي؟ بدانا نفكر بشكل جديد مختلف شويه. فالبدايه معانا حته قرص كده، قرص ده على محور دوران، يعني ده بيلف، يقدر القرص ده يلف على المحور ده، والقرص ده حديد فيه على اطرافه ماجنت. هنفترض ان الاحمر ده الساوز والازرق ده اللي هو النورث، اوكي؟ في على اطرافه ماجنت ايا كان نورث وساوز، بس المهم ان هما مختلفين بالشكل ده. تمام؟ جينا حطينا على الجناب شويه حديد، وكل حديده من دول لفينا حواليها سلك. تمام؟ هو السلك لما بيعدي على حديده بيحصل فيها ايه؟ بتتمغنط، بتتحول لماجنت. طب لو انا عايز اتحكم في النورث والساوث بتاع الماجنت ده، بتحكم فيه ازاي؟ اتجاه التيار. طب لو انا خليت الاربعه دول بالشكل ده، يعني خليت ده ساوث نورث ساوث نورث، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الموتور بيلف. تمام؟ او البتاع دوت هيلف معايا. طيب بعد ما عملت دي رجعت قفلت الاربعه دول خالص وفتحت الاربعه التانيين، هيلف تاني. تمام؟ مع كل مره هغير فيها هتلاقيه بيلف معاك. اوكي؟ صح؟ خد بالك بقى هنا.
هو هنا بيلف في المرة الواحدة بزاوية قد ايه؟ 45 درجة مش كده؟ طب وانا عايز اقلل الزاوية دي ممكن اغير ايه؟ زود ايه؟ اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي بره؟ لو قللت لو زودت اللي جوه مش هيأثر في حاجة؟ هيتقل المحور؟ ماشي هيتقل الحاجة اللي بتدور ده موضوع تاني، خد بالك انها بتدور على محور والمفروض انها مش فيها وزنها. بالمناسبة البتاع اللي جوه ده احنا بنسميه روتور اللي هو بيلف يعني جاي روتيشن، والبتاع اللي بره ده بنسميه الستيتور لان ده الثابت. اوكي طيب سؤال، هو انا ينفع اخلي الروتور عدد الاسنان بتاعته اكتر من عدد اسنان الستيتور؟ يعني ممكن انا دلوقتي هنا حاطط 8 ينفع احط هنا مثلا سي 16 يعني ازود هنا عدد اسنان الروتور عن اسنان الاستيتور؟ ما هم دول اسنان يعني فعليا ده الواحده من دول سن، ينفع ازود عدد اسنان الروتور على عدد اسنان الاستيتور؟ بمعنى اخر ينفع اخلي المسافه بين سنتين يعني اشيل دي كده واكتفي بالاربعه دول مثلا؟ هل ساعتها اقدر الففه؟ يعني لو شلت الاربعه المطفيين دول ينفع امشي الموتور بالاربعه اللي شغالين دول بس؟ هو هيمشي يعني هيمشي بس. طب ينفع بقى اخلي الموتور اكتر يعني اشيل بقى اسيب الاثنين مثلا واشيل الباقي كله؟ يعني اسيب مثلا الاثنين الزرق دول واشيل كل الباقي؟ ممكن؟ طب ما احنا ده اللي انا عملته دلوقتي، انا زودت عدد اسنان الروتور اللي هم اربعه عن عدد اسنان الاستيتو اللي هم اثنين. هل ده ينفع؟ هو ده ينفع بس هيزود الزاويه اللي يعني لو انا حطيت الاثنين دول بس هلففه بس هيبقى بزاويه كبيره، هيلف بزاويه قد ايه ساعتها؟ لا هو ببساطة مش هينفع، أصل ده شادد دي ودي ده شادد دي ودي شادة دي، فخلاص افتح اقفل زي ما أنت عايز، هما خلاص استابلايزد مش هيلف، إحنا بنعتمد في اللف على إن هو مش ألايند وبيفضل يحاول يألاين، فلما يحاول يألاين بيلف. أوكي؟ طيب فإحنا فعلياً لو زودنا عدد أسنان الستيتور أو عدد أسنان الروتور يظل تقدر تتحكم في الموتور بتاعك، بتزود بتقلل الزاويه بتاعته. بس في العادي احنا بنزود الاسنان اكتر في الروتور زي ما هنشوف كده، بس المهم ان احنا نقدر نتحكم في الزاويه بتاعه الستيتور. تعالوا نشوف الموضوع دوت من قريب. لو بصينا على اي حته هنا لا لو هزود الاسنان بتاعه الروتور يبقى انا كده بقلل الزاويه اللي بيتحرك بيها. يعني في اللي فاتت كان هو كل الاسنان اللي فيه كام؟ اربع اسنان، فكان بيتحرك بالزاويه 45 مش كده؟ لكن هنا انا زودت عدد الاسنان فهتلاقيه بيتحرك بزاويه صغيره. ماشي؟ هزود عدد اسنان الستيتور هتقل الزاويه برضه. لو زودت عدد اسنان الاستيتو الزاويه هتقل، ولو زودت عدد اسنان الروتو الزاويه هتقل، ولكن لازم نحط في اعتبارنا ان الاثنين في بينهم علاقه بينهم وبين بعض. ما ينفعش ازود واحد عن الثاني، ما ينفعش ازود مين عن مين. هنشوف الموضوع ده دلوقتي بس ناخدها واحده واحده. الاول مفهوم الحركه دي ماشيه ازاي؟ يعني هنا دلوقتي انا يعني جايبهم في المحاضره دي انيميشنز كتير لان الحاجات دي تبقى محتاج تشوفها بتتحرك قدامك. فهنا لو بصيت الويننج ده الاربعه دول بنسميهم اربعه ويننجز، الويننج ده هتلاقيه في حالات بتاعته ايه؟ ساوث مطفي نورث، بعد كده مطفي بعدين ساوث بعدين مطفي بعدين نورث.
اوكي. هو ايه اللي بيعمل؟ هو ساوث، فبيكسب النص يعني لما بيبقى عاطفي وبعدين ساوث يكسب النص ده، اوكي. لما يبقى نص يكسب الساوث اللي جنبه، اوكي. فهو مع كل مره لما بيشتغل بيكسب اللي جنبه دي، يشدها حته عشان يخلي يالاين، اوكي. في الوقت اللي ده بيشتغل بيكون اللي على الجنب مطفيين، يعني اللي تحت وفوق بيشتغلوا واللي على الجنب مطفيين، فيالاين شويه، بعدين اللي على الجنب يشتغلوا واللي فوق وتحت يطفوا، اوكي. مفهوم الكلام دوت؟ طيب لو كان اتنين بس ما مش هينفع يشتغل، لان هو هيكون كل واحد شادد اللي قدامه وخلاص، لانهم اونلاين. احنا هنشوف ازاي اقدر اخليهم يتحركوا، ايه فكره الحركه بعد شويه، يعني ايه اللي بيخليهم يتحركوا. بس في الشكل اللي كان قدامنا اللي فات دوت، هما قدامي سنتين والناحيه الثانيه في طرفين ماسكينها، او حتى لو اربع اسنان ما حد، لو غيرت ايه لا خد بالك ان الاثنين اللي جنب اللي في وش بعض نفس الحاجه، صح؟ دول ده نفس الحاجه وده نفس الحاجه. لمين؟ ما هو ما فيش هنا حاجه، ما احنا قلنا انا هشتغل باثنين بس. انا بتكلم على الـ على الـ على السن بتاع الجول الايه؟ الستيتور كان لونه ازرق دلوقتي. اه. لما يبقى لونه احمر. لما لونه احمر ايه اللي هيحصل؟ هيخلي هيعمل اتراكشن للونها ازرق اللي في الروتور. هيعمل اتراكشن للي لونها ازرق في الروتور. انت عايز تخليه عشان يفضل يقلب عشان يشد اللي هناك. يعني نظريا اه، بس عمليا المسافه كبيره مش هيعرف يوصل لها. لانه انا ما بعرفش احرك مسافه كبيره قوي كده، ففي الوضع اللي احنا واقفين فيه ده لا هو مش هيعرف يشد ان انا بعيد عليه. اه لكن غير كده اه ممكن اقعد ابدل دي احمر وازرق، وساعتها دي يعني اشغلها احمر فتزق دي وتسحب الازرق دي، وبعدين اشغلها ازرق تزق اللي عندها وتسحبها، بس اللفه كبيره قوي. فعشان كده احنا هنشوف دلوقتي العلاقه بين الاسنان بتاع الاستيتو والروتو بعد شويه. بس المهم في الشكل اللي قدامنا ده احنا عندنا مشكله. المشكله اللي عندي في ان انا اعمل موتور بالشكل ده، ان انا لو لاحظت ان كل ويننج احتاج يعدي باي بولر، يعني شويه كان نص وشويه ساوز، صح؟ عشان اخليه نص وساوز انا بتحكم فيه ازاي؟ في اتجاه الكرنت. معنى كده اني محتاج سيركت اضافيه عشان تغير لي اتجاه الكرنت دي، صح؟ هنحتاج ايه؟ اي سي؟ لا ده انا عايز اتحكم انا في اتجاه الكرنت. ايوه هو مش الاي سي بيغير ورا بعض، لكن انا مش عايزه يغير ورا بعض، انا عايز انا اللي اغير، انا اللي ابعت امر، يعني انا اللي ابعت ادي ده امر يقلب نص او ادي ده امر يقلب ساوث. اوكي؟ الاي سي شغال مع نفسه على حسب سرعته. يعني انت لما بيبقى معاك ستيبر موتور انت بتبقى عايزه ايه؟ اتحرك ثلاث درجات وقف، بعدين اتحرك درجتين وقف، تمام؟ طيب فعشان نحل الموضوع ده بدانا نفكر ازاي اعمل موتور بس بدل ما يكون باي بولر عايزه يكون يوني بولر. فقلنا بسيطه، بدل ما انا همسك الموتور من الطرفين بتوعه انا همسكه من طرف واحد. زي مثلا في الحاله اللي قدامنا دي كده انا ماسكه من النص، يعني بص على النص دي انا بشغل اتنين فالنص يجي ما بينهم، وبعدين افصل دي واشغل دي فيجي هنا دول يشتغلوا فالنص يجي ما بينهم. تلقائي طالما انا ماسك النص من ناحيه هو بيشد الساوث من الناحيه الثانيه. اوكي؟ خد بالك ان الباقيين مطفيين. يعني انا بشغل الاثنين هنا فالنص يجي في النص والاثنين الثانيين مطفيين. اوكي؟ فلاحظ ان في الوضع الحالي ده اصبح انا مش مطلوب مني ان انا اغير البولاريتي. يعني دول يا اما بيقلبوا ساوث يا اما بيطفوا، يا ساوث يا يطفوا. طبعا ممكن ينفع العكس يعني، بس المهم ان دول بيشتغلوا، لو انا ماسكه من النص يبقى انا هقلب دول ساوث او اطفيهم، فاشد النص ما بينهم وبعدين افصل دي واشغل دي فيشتغلوا الاثنين ساوث والنص ما بينهم وهكذا. تمام؟ مفهوم الكلام دوت؟ هنا انا ما احتجتش ان اعمل باي بولر، انا اشتغلت يوني بولر. طب سؤال، اليوني بولر دوت
زاويته كام؟ بيشتغل الاستيبل واحدة بتاعته قد ايه؟ في الشكل قدامي ده الاستيبل واحدة بتاعته قد ايه؟ 90. طيب بالنسبة لليوني بولر والباي بولر، ايه ميزة الباي بولر عن اليوني بولر؟ الاستيب بتاعت الباي بولر اصغر صح؟ مش كده؟ الباي بولر اللي شفناه من شوية كان الزاوية بتاعته 45 مش كده؟ حسبناها ازاي 45؟ هي كانت بتتحرك قدامك ازاي؟ هي كانت بتتحرك 90؟ لا هي كانت بتتحرك 45 بس 45 دي جاية من ان هو عدد الاسنان كانت اكتر. اوكي؟ عدد اسنان الاستيتو كانت اكتر مش عشان هو مختلف. لكن فعليا في الحالة اللي قدامنا اليوني بولر والباي بولر هما نفس الزاوية. ده شغال 90 وده شغال 90، اللي فات 90، اللي فات في اللي فات ان عدد الاسنان الاستيتو زادت فالزاويه كانت 45، اللي هو لو احنا زودنا نفس عدد الاسنان هنا خليناه 8 استيتو زي اللي فات هيتحرك بزاويه قد ايه؟ 45، بما يعني ان الاستيب انجل بالنسبه لي هنا زي هنا. طب ايه الميزه اللي في الباي بولر عن اليوني بولر؟ مش الاستيب انجل، ايه بقى؟ بالظبط التورك اعلى. الباي بولر شغال بتورك اعلى لانه ماسك الروتور من الناحيتين فبيشده، عارف كده كانك حنفيه كده بتزقها من ناحيه واحده او بتزقها من ناحيتين، فمعاك تورك اعلى، تورك اللي هو عزم، يعني تقدر تلف الحاجه بعزم اعلى. اوكي؟ طيب اليوني بولر اللي قدامي دوت زي ما انتم شايفين كده الزاويه بتاعته 90. طب لو انا عايز اقلل الزاويه بتاعته اعمل ايه بنفس الهاردوير اللي قدامي ده؟ هل في طريقه اقدر اخلي الزاويه بتاعته تقل، الستيب انجل بتاعتي تقل؟ لا لا مش هغير هاردوير، انا بس عايز اتحكم في حركته عشان اخليه الزاويه اقل. تمام. في طريقة تانية اللي هي الهاف ستيب، زي ما انتم شايفين كده بنشغل اتنين يجي في النص ما بينهم، بعدين افصل واحد واسيب التاني شغال فيجي عليه، بعدين اشغل التاني فيجي في النص ما بينهم، بعدين افصل واحد واشغل واحد، زي ما انتم شايفين كده يعني. ملوش لازمة ان اشرح اللي انتم شايفينه قدامكم. تمام. دي كده بنسميها الهاف ستيب، نص ستيب. ولكن ايه عيب الاول، ايه ميزه الهاف ستيب عن الفول ستيب؟ يعني بتزود عندي ايه او بتحسن ايه؟ الزاويه دي بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ بترفع الاكيورسي. تمام. فالهاف ستيب اكيورسي بتاعتها اعلى. عيبها ايه بقى؟ عيب الهاف ستيب بالنسبه للفول ستيب اقول لك اهو، الاثنين جنب بعض. يلا دي الفول ستيب 2 2 2 2 ودي الهاف ستيب 2 1 2 1. تمام. الاثنين اهم جنب بعض. فزي ما قلنا الهاف ستيب ميزتها اكيوسي اعلى، الفول ستيب ميزتها ايه؟ سؤال بقى في اسرع دي، هو سرعه الموتور ده ايه اللي بيتحكم فيها؟ شده التيار. شده التيار بالظبط، سرعه التغيير. فبالتالي سرعه الموتور هي معتمده فقط على سرعه انت هتغير السيكونس ازاي. خد بالك الاصفار والحاجات دي انت هتوصل بالكمبيوتر بعد شويه والكمبيوتر هو اللي هيبعتهم، يعني البرنامج بتاعك هو اللي هيتحكم في الاصفار والحاجات دي، تفتح مين وتقفل مين. فمن الاخر في البرنامج بتاعك لو انت حطيت ديلي كبير الموتور هيحصل له ايه؟ لو حاطط ديلي بين كل عمليه والتانيه كبير، كل ما الديلي يكبر اللي في العمليات الموتور يحصل له ايه؟ يبقى ابطا. لو قللت الديلي ليه بقى؟
هيبقى اسرع لحد ما هيوصل لنقطه معينه. لو انت زودت السرعه قوي عنها الموتور هيقف. ليه بقى؟ النقطه اللي هيجي عندها يقف. ايوه يعني ايه كلمه قدره التحمل؟ دي كلمه عامه. يتحمل ايه يعني؟ مش هيلحق يستجيب. ليه؟ عشان ايه؟ ايوه ايه اللي بيخليه ما يلحقش يستجيب؟ لا ده العكس. بس ايه اللي يمنع الروتو انه يتحرك بسرعه؟ ايه اللي يمنع الروتو انه يلف بسرعه؟ بالظبط الاحتكاك. الفراكشن بتاع الروتو هتيجي النقطه فيزيكالي وتمنع الروتو انه يتحرك، لان انت هتبقى عمال تغير عليه بسرعه وهو مش لاحق يتحرك عشان الاحتكاك اللي بين الروتو وبين البار بتاعه. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف كده نظره عن السليبر موتور من جوه. هنمسك السليبر موتور نفكه ونشوفه من جوه فعليا شغال ازاي يعني. انتوا غالبا مش سامعين الراجل ده بيقول ايه يعني. هو بيتكلم يقول ان حركه الارمز معظمها معتمده على الستيبر موتور عشان يتحرك ستيبس صغيره زي كده. ده شكل الستيبر موتور من جوه، هنفتحه دلوقتي. بس قبل ما نتكلم في ده، هو بيشرح على نفس اللي انا كنت شرحت عليه دلوقتي، اللي هو على خطوات، ان كان الروتور بتاعي اربع اسنان وفي عندي ستة ستيتورز. هو مش واحد بس ستيتو، وشويه ورا بعض عشان يسحبه يعني ليرز، عشان بس يزود القوه بتاعته. كل ما نفصل الاثنين ونوصل الاثنين التانيين هو الروتو هيبدا يالاين عشان يظبط نفسه. لو زودنا الستيتوز الزاويه دي هتبقى تقدر تحسب من عدد الستيتوز وعدد الروتوز الزاويه اللي هو هيتحرك بيها. لو معاك عدد الستيتوز وعدد الروتوز تقدر تعرف الزاويه اللي هيتحرك بيها. هو سؤال، لما نزود عدد الستيتوز الزاويه تزيد ولا تقل؟ ولو زودنا عدد الروتورز؟ تمام، يعني واضح ان العلاقه عكسيه. هنشوف بقى دلوقتي هنا اشتغل هاف ستيب، بيوريك بقى الهاف ستيب ان انا بشتغل 2 1 2 1، يعني هنا 2 وبعد كده 1 2 1 وهكذا. ماشي، ده الكلمتين اللي انا قلتهم من الاول بس بانيميشن وحاجات كده. هنا بقى بيقول لك الهايبرد بيبقى عباره عن حاجه كده كانه اتنين موتور راكبين في بعض. هتشوفوا الحركه بتاعته دلوقتي، يعني سيبنا من طرف منهم احنا بنتحكم في الطرف الثاني. ايوه ركزوا في دي بقى، ده اللي انا كان قصدي عليه. لو عدد التيز بتاعت الستيتور قد عدد التيز بتاع الروتور فهو هيستابلايز ومش هيتحرك. النص ماسك الساوس وخلاص، فهو بيعتمد على ان الستيتور هنقلل منه عدد الاسنان. فهو مثلا شال سدتين وبدا يالاين الباقيين. فالناتج هيكون ان دايما الروتور شيفتد عن الستيتور، وكل ما هو يالاين ناحيه يلاقي الناحيه الثانيه باظت منه. او احطاف طاف الناحيه اللي الاين واشغل الناحيه ان نوت الاين،
فساعتها لما تشتغل الناحيه اللي نط الاين يا الاين. فاحنا بنعتمد على فكره انه مش الاين، طول ما هو مش الاين فهو عمال يتحرك عشان بيحاول يا الاين، واحنا مش راضيين نسيبه يا الاين. يوم ما هسيبه يا الاين يبقى انا طفيته، يبقى انا وقفته. اوكي خد بالك هنا، هو عمال متعشم انه هاي اونلاين في يوم من الايام، طب سيبه بعشمه كده. هنا هو بيتكلم عن ناحيه الباي بولر. نعم. ليه ما شالش السنتين من الروتور وشالهم من الاستيتور؟ هو ايه اللي هيحصل لو انا خليت الروتور اقل؟ هما ستيل هيبقوا نوت الايند. اتس اوكي. هتفرق في ايه معاك؟ هو المهم معايا ان هما يكونوش الايند. اللي انت هتعمله بالظبط بالمناسبه هتشوفها بعد شويه لما هنقسم. انا ما بسيبش الاسنان كلها، يعني انا بقسمهم لويننجز، 4 ويننجز ده 6 ويننجز، كل ويننج بيشتغل مع بعضه، يعني دول بيشتغلوا مع بعض دول بيشتغلوا مع بعض وهكذا. فمش لازم يبقوا كاملين، يعني ممكن حته هنا تبقى ميته مش مهم، بس كل ما يزيد عددهم كل ما التورك بتاعه بيزيد احسن. ماشي اوكي. ايه عيب الهاف ستيب؟ عيب الهاف ستيب ايه؟ احنا وقفنا فيها. احنا قلنا ميزه الهاف ستيب الاكيوسي، عيبها؟ اديكوا شفتوا اهو كل التفاصيل. عيبها ايه؟ ايوه يعني ايه؟ التورك، ان هيجي لها وقت التورك بتاعها قليل فيه. يعني هي شغالة 2-1-2-1، فبالتالي في وقت بيكون واحد بس هي اللي ماسكاها مش اتنين، بعكس الفول ستيب دايما 2-2-2 في كل الاوقات اتنين. اوكي فالاعتماد دايما هي عبارة عن ان انت في ناحية وانت عمال تحرك الستيتور، تغير الستيتور عشان الروتور يتحرك، سواء بتحرك واحدة او اكتر. كل ما تزود عدد اللي بيتحركوا سواء الستيتور او الروتور، بس بشرط انهم يفضلوا مش الايند مع بعض. لو الايند مع بعض مش هتعرف تحركه، او يعني هيطلع عينك بقى بعد كده عشان تظبطه. ماشي. طيب فلما بنيجي نقول عايزين نشوف البتاع ده بيتحرك ازاي، زي ما قلنا كده هو بيبقى فيه 4 ويننجز، الاربعه اللي على الاطراف دول بنسميهم 4 ويننجز، بنديهم اسامي A B C D. في ناس بتسميهم A A داش B B داش، او الاشهر A B C D. دول الفور ويننجز اللي انت بتتحكم فيهم. لو انت عايز تحرك الموتور خد بالك السرعة بتعتمد على سرعة تغييرك انت السرعة بتاعت الموتور بتعتمد على سرعة تغييرك انت للانبوتس للموتور. تمام. ايه الايه؟ لازم تبقى ايفن بتاع الروتو. ليه؟ ماشي. هي نظريا لان هما بيبقوا اتنين قدام بعض. طب سؤال، لو تيس سنه من الروتو اتكسرت هيمشي ولا لا؟ هيمشي، بس الصح ان هما ايفن. اوكي. هي الفكره ان انت بعد ما بتشتغل شويه في اسنان منك بتنعم، هي مش بتتكسر بس بتنعم، كأنها بتتكسر يعني. بالاخص لو انت استخدمته استخدام وحش، يعني طلبت منه يشغل حاجه اكتر من اللازم وهو مش عارف، او انك تشغله بايدك حاجات كده يعني. طيب فاحنا عندنا الفور ويننجز دول اللي احنا من خلالهم بنتحكم في حركه الموتور. يعني لو انا مثلا شغلت A وB وطفيت C وD، فهي هتيجي في النص A B، وبعد كده اشغل B و C، وبعدين اشغل C و D، وبعدين اشغل A و D. خد بالك السيكونس اللي احنا ماشيين بيه ده بنسميه الفور سيكونس ستيب. الفور ستيب سيكونس دول لو انا ماشي فيهم بالاتجاه ده الموتور هيمشي في اتجاه كلوك وايز مثلا، ولو مشيت في الاتجاه العكسي يعني بدات دي ثم دي ثم دي
الموتور هيمشي انتي كلوك وايز اوكي او العكس ماشي تمام اوكي ده كده اللي هو الفور ستيب سيكونس. طب لو هاف ستيب هنمشيه ازاي؟ هنمشي 2 1 2 1 هنشغل الاثنين دول بعدين نطفي دي ونسيب دي شغاله بعدين نشغل الاثنين دول بعدين نطفي دي ونسيب دي شغاله وهكذا اوكي. طيب بالاضافه للفول ستيب والهاف ستيب في عندي كمان حاجه اسمها ويف ستيب. بصوا على شكلها كده ومن الجدول اللي قدامكم ده تفتكوا البتاعه دي ميزتها ايه؟ شوفوا دي شغاله ازاي. السرعه برضو لسه بتقول السرعه. السرعه تعتمد على سرعه ما انت هتدخل الانبوت. هتدخل انبوت بسرعه هتتحرك بسرعه، هتدخله ببطء هيتحرك ببطء. ده احنا عاملين السلو موتور عشان نتحكم فيه. الباور كونسبشن اقل يعني ماشي بس مش دي مهمه قوي بالنسبه لنا. بيبقى ستيبل اكتر. ليه؟ عشان انا عندي يعني الثانيه كان بيجي ما بين الاثنين كده مش ثابت دايما، لكن انا ثابت مع حته معينه هيبقى اللاين دي. تمام. هي الفكره هنا لو بصينا على الستيب سايز مين احسن واحد في الستيب سايز؟ الهاف ستيب صح؟ لكن ده الستيب سايز بتاعته كبيره. طيب بالنسبه للتورك مين احسن واحد في التورك؟ الفلو ستيب، لانه دايما ماسك اثنين في المره، لكن ده التورك بتاعه وحش، ده هو ماسك واحده. ايه الميزه بتاعت ده؟ الاستابيليتي، انه ما بيرعش. يعني مشكله الفول ستيب هو بياخد السنه بين اثنين فاللي هي ممكن تتهز وسطهم، لكن هنا بيبقوا قافشين في بعضيهم. يعني المغناطيس ماسك المغناطيس قدامه فتلاقيه قافش فيه جامد، فما بيرعش الرعشه اللي هي ممكن تشوفها في الفول ستيب. خد بالك هي بتبقى صغيره قوي يعني مش حاجه جامده، بس احيانا الموضوع ده بيفرق معانا. طب سؤال من ناحيه الباور كونسامشن، الفول ستيب بتكونسيوم باور اكتر ولا الويف ستيب؟ بص طالما التورك يزيد يبقى الباور كونسامشن بتزيد وش كده. ما هو اي حاجه التورك بتاعها هتزيد يبقى كده هتحتاج باور عشان تعمل التورك كده مش كده. اوكي بالنسبه للستيب انجل، لو انت معاك الموتور الطبيعي ان انت بتروح تشتري الموتور بيكون الموتور مكتوب عليه حاجه من اتنين، يا اما مكتوب عليه الستيب انجل بتاعته او الستيب سايز بتاعته. وخد بالك الستيب سايز اللي موجوده دي هي الستيب بعد الفور سيكونس ستيب، يعني بعد ما تدي الاربعه سيكونس دي الستيب اللي هيتحركها مش بعد واحده بس. اوكي يعني اللي مكتوب على الموتور لو مكتوب لك الستيب سايز درجتين معناها لما تدي له الاربع سيكونس الاربع خطوات بتوع الحركه هيتحرك درجتين ماشي. لو انت شغال هاف ستيب يبقى هيشتغل يعني بستيب اقل من النص. طيب يا اما بيكون اللي مكتوب لك عليه حاجه ثانيه اللي هي الستيبس بريفولوشن. ستيبس بريفولوشن يعني عدد الستيبس اللي يعملها في اللفه الواحده. الطبيعي الستيبس بريفولوشن هي 360 على الستيب سايز، يعني لو الستيب سايز 2 درجتين يبقى عدد الستيبس بريفولوشن 180 ستيب. اوكي وزي ما بقول الستيب الواحده هي اللي بتيجي من بعد الفور سيكونس ده 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 ده، بعد ما اتحرك الفور سيكونس الانجل اللي طلعت لي دي هي الستيب انجل او الستيب سايز بتاعتي ماشي. هو هنا ماشي بانهي ستيب؟ الستيب اللي ماشي بيها هنا اسمها ايه؟ دي ويف ستيب. اوكي تمام. طيب ماشي المفروض ان انا دلوقتي لو معايا الستيبس بريفولوشن او معايا الستيب انجل يعني واحده بتعرفني الثانيه، في اوقات بتبقى انت عايز تتحكم في الموتور انه يتحرك عدد معين من الستيبس في الثانيه، هتعملها ازاي؟ المفروض ان انت علشان تعرف عدد الستيبس اللي هيتحركها في الثانيه بنحسبها من خلال اول حاجه الار بي ام. ار بي ام هي روتيشن بير مينتس. روتيشن بير مينتس عدد اللفات اللي بيلفها في الدقيقه. زي ما بقول لك اي موتور بيتحرك بسرعه
الار بي ام بتاعته انت اللي بتحددها على حسب انت هتدي له السيكونس ازاي بسرعه قد ايه. ولكن هو بيكون ليه ماكس ار بي ام، يعني وانت بتجيب الموتور المفروض ان الموتور اللي انت جايبه دوت بيكون ليه ماكس ار بي ام ما يعرفش يعديه. لو انت طلبت منه ار بي ام اكتر من كده يعني تلفه بسرعه اعلى من كده مش هيلف وهيقف زي ما قلنا، صح؟ طب سؤال، لو انا عايز ازود الار بي ام دي الماكس ار بي ام اعمل ايه كديزاينر كده وعايز ازود الماكس ار بي ام ممكن اعمل ايه؟ فكر كده. تصغر ايه؟ تصغر الاستبر؟ تستخدم فولت؟ فول؟ فول فول يعني ايه فول؟ ماشي، فول ستيب دي بتخليك تلف صح؟ لا انا بتكلم الار بي ام روتيشن بمنس، انا عايز عدد اللفات دي، عدد اللفات روتيشنز بمنت، عدد اللفات اللي في الدقيقه الماكس روتيشن بمنت يزيد. يعني الموتور بتاعك انت لما بتشتريه سي مثلا انت جايب موتور الماكس ار بي ام بتاعته 2000، يعني مش مسموح انك تلففه اكتر من 2000 لفه في الدقيقه، اكتر من كده مش هيستجيب. لو انت طلبت منه يلف اسرع من كده هتلاقيه واقف. عايز انا بقى سي انت وانت بتعمل الديزاين للموتور ده عايز اعلي سرعه الماكس ار بي ام اعمل ايه؟ ماشي، فكره ان انت تركب له جير بوكس. طب الجير بوكس دي زودت سرعته بس عملت فيه ايه تاني؟ انت ضربت الترك في مقتل. يعني احد الافكار ان انا اجيب له جير بوكس بحيث ان انا، عارفين انتوا كده العجله لو انت بتركب دراجه عجله بتلاقي فيها جير بوكس ورا كده شويه دوس صغير لحد الكبير. يعني انت في العادي لو انت بتسوق كم واحد فيكم راكب عجل قبل كده؟ لو انت بتسوق كده بتبقى في العادي ماشي على الصغيره عادي. انا لحد وقت قريب كنت باجي الكليه هنا بالعجله كنت راكنها تحت. لا هو انا كل ما في العمر بس وقعت اتكسرت فانا عشان كده بطلت اركبها، لكن غير كده انا كنت باجي بيها. لو انت في ماشي عادي بتبقى مركب الترس الصغير، يعني ماشي على الترس الصغير ميزته ان انت هتديك سرعه اعلى. بس لو انت هتطلع حته مرتفعه لا بتقلب على ترس كبير. الترس الكبير هيديك سرعه اقل بس تديك تورك اعلى لان انت الحركه الواحده اللفه الواحده منك بلفه واحده من العجله اللي هو بس بتديك تورك اعلى تديك تعرف تطلع احسن يعني. اوكي؟ طيب فبالتالي انا اقدر اركب له يعني حاجه زي صندوق التروس دي، اركب له ترس صغنن ترس كبير عليه وواصل على ترس صغنن اللفه الواحده من دول ب 1000 لفه من الصغير، بس انا كده ضربت التورك. عايزين حل تاني من غير ما نضرب التورك. بالظبط زيته. عايز تزود الار بي ام بتاعته زيته. قلل الفراكشن ايا كانت الطريقه، بس المهم ان انا ببقى عايز اقلل الفراكشن بتاعه. وده بتلاقيه الفرق بين المواتير، ممكن تلاقي موتور ب 50 جنيه وموتور اخوه بالظبط بنفس المواصفات ب 1000 جنيه عادي جدا. طبعا مش بس كده يعني، بس في التصنيع نفسه في فرق بين اللي بيحط له زيت عادي واللي يحط له زيت طبيخ واي حاجه يعني ماشي حلو بيه. ف هو بالمناسبه احيانا كانت الناس وهي شغاله في المشروع بتقابلها مشاكل بسبب موضوع الفراكشن ده او الاحتكاك. يعني كان في مجموعه مره كانت بتعمل المشروع بتاعها كان زي جراج متعدد الادوار يعني اللي هو بيلف كده هكذا زي الساقيه كده بس. فكانت المشكله معاهم ان هم عاملين الجراج وعاملينه تقريبا كان خشب بس خفيف يعني، الموتور ما كانش عارف يلففه، كانوا حاطين مركبين الموتور مش عارف يلفف البتاع ده، فجابوا موتور اكبر يعني موتور جايبين موتور حاجه بتاع 2 حصان حاجه كده عملاقه يعني جامده او 1.5 حصان حاجه كده يعني جامده. ف انا مش فاكر بصراحه يعني بيقول لي الموتور ده ب 1500 او فجايبين حاجه جامده وجم يشغلوه ولقوه برضه مش عارف يلففه. فقعدوا بقى ايه يعني ما خلاص استكفوا كل الطرق اللي هم يعرفوها، جابوا موتور جامد حاولوا يخفوا من الاوزان اللي على البتاع ديت اللي على الجراج اللي هم عاملينه، جابوا عربيات اخف من اللي راكبه عليه، يعني خففوا كل حاجه.
لحد ما انا رحت ابص عليهم هما مركبين الموتور المفروض انه على زي بار كده عشان البار ده بيلفف زي ساقيه يعني. فلقيت كل المشكله اللي كانت عندهم الموتور طالع منه زي سن كده والمفروض السن ده داخل في فتحه علشان متعلق عليها. الفتحه دي كانت ضيقه عليه فهي ماسكاه هو مش عارف يلف. كل ما في الامر ان هم يعني لما طلعت الموتور فكيته لقيته عمال يحفر فيها. هو بيحاول يحفر الخشب اللي هو راكب فيه ومش عارف يحفره. بس يعني هي الفتحه المفروض تبقى فتحه كبيره عشان يبقى هو متعلق عليها كده بس عشان يلف تدي له حريه حركه يعني. فهو كان داخل الفتحه اللي هم كانوا فاتحينها له كانت صغيره كانت على قد السن بالظبط فالموتور كان محشور مش عارف يلف. ف اللي هي كانت حاجه يعني المفروض مجرد ان احنا فتحنا يعني وسعت الفتحه دي شويه حطيت واشتغل وعادي خالص. والموتور القديم اصلا كان ينفع يشتغل وما كانوا جايبين موتور جديد كبير على الفاضي يعني. المهم انت المفروض بيكون معاك الار بي ام روتيشن بير مينيت. طيب عايزين نعرف عدد الستيبس بير مينيت هنعملها ازاي. احنا عندنا الروتيشن بير مينيت عدد اللفات في الدقيقه وبعدين ستيبس بريفوليوشنز عدد اللفات عدد الستيبس في اللفه الواحده نضرب الاثنين دول في بعض يطلع لي عدد الستيبس بير مينيت. اقسم على 60 يطلع لك عدد الستيبس بير سكند. دي اللي غالبا المعلومه اللي عايزين نعرفها. انت عايز تلف في الموتور ده عدد من اللفات في الثانيه الواحده. اوكي طبعا المعادله شكلها منطقي يعني المفروض ما فيهاش افتكاسات ما تستاهلش تبقى معادله بس احيانا الناس بتقعد تلف حوالين نفسها هو مين اللي فوق ومين اللي تحت. طيب فعليا هل انت استخدمت اتعاملت مع ستيبر موتور قبل كده؟ مسكت ستيبر موتور شفت ستيبر موتور حسيت شفتوه فين؟ لا انا بتكلم في الحقيقه لايف. طب انا عايز اقول لكم ان كلكم اتعاملتوا مع ستيبر موتورز. في اجهزه كتير احنا بنستخدمها جوا ستيبر موتورز زي ايه؟ زي ايه؟ لا خالص ده دي سي موتور حلو قوي زي الفل عليها. انا ممكن طبعا اجيب لها ستيبر موتور بس ليه يعني؟ ما خساره. ده انا يا دوب عايز الفها لحد ما هي تقف وافضل انزلها لحد ما هي تعلق وخلصنا على كده. الهارد ديسك ده فيه ستيبر موتور. اوكي؟ نفس الحكايه السي دي روم فيها ستيبر موتور الفلوبي ديسك. فاكرين الفلوبي ديسك ده؟ حد شاف الفلوبي ديسك؟ البتاع المربع ده كان في زمان الفلوبي الخمسه وربع ده ممكن تلاقوه في المكتبه كده. هو بس كان مشكله الفلوبي الخمسه وربع ده هو كان ليه مكان تمسكه منه يعني. لو مسكته من اي حته تانيه يبقى باظ ارميه على طول. بس بعد كده عملوا الثلاثه ونص انش الصغير ده بلاستيك بقى يعني خلوه بخامة احسن بقى تقدر تمسكه كذا مره وما يبصش منك. يعني ممكن تقعد تمسكه 3 4 5 10 مرات ما يبصش منك. ده بالنسبه لنا كان احلام يعني. طبعا لو مسكته كتير ولعبت فيه هيبوظ السكية. كنا بنقدم عليه المشاريع احنا في القسم. ف يعني حد لسه عنده فلوبي في البيت؟ فلوبي ديسك فلوبي درايف يعني. هو الفكره الفلوبي درايف جواه اتنين ستيبر موتو فلو انت عايز تطلعهم تخلعهم منهم تستخدمهم اتس اوكي يوفروا معاك. لا عادي هتتحاسب على مصاريفهم بس توفر عليك انت فلوس يعني. هو السي دي روم برضه بس يعني مش هقول لك خلع من السي دي روم بس الفلوبي ديسك افتكر تقدر تخلع منه اللي نفسك فيه وانت ضميرك مستريح يعني. هو في اتنين في واحد تحتاني كده يعني في واحد ده اقوى شويه تحت اللي هو بيلف في الديسك وفي واحد هنا هتلاقيه في الطرف اللي هو بيقرا من على الديسك. ده يمكن ده اضعف شويه التورك بتاعه اقل بس الاكيوسي بتاعته اعلى ده اقوى شويه يعني. اصل كان في ناس بتسالني على الاسعار الحاجات واحنا مش عارفين نلملم في الاسعار. فيعني ما تروحش تشتري دي سي ستيبر موتور على حاجه تؤدي غرض بدي سي موتور. يعني دي سي موتور ده هتلاقيه في الالعاب الاطفال اللي من اول 10 جنيه فيعني دي سي موتور ده حاجه رخيصه. فلو انت مش محتاج ستيبر موتور ما تجيبوش. ما تروحش تجيب ستيبر موتور على حاجه يا دوب عايز تلفلف حاجه وخلاص. ولا حتى حاجه تفتح وتقفل وخلاص. يعني لو ما انتش فارق معاك الزاويه افتحها وخلاص واقفلها يعني اقفل لحد ما هي تخبط وافتحها لحد ما هي تفتح وخلاص. مش لا طبعا ستيبر ده ستيبر اه وكمان مش اللي هو مش هينزلوا اللي هو سعره صغير اللي هو 40 جنيه
على حسب الكميه او التورك اللي انت محتاجه قد ايه. لا هو السيرفو هو الاستبر من جوه بس كل ما في الامر زاويه السيرفو السيرفو بدل ما بيتحرك يعني دوران هو السيرفو معمول فيه السيركت جواه. السيرفو هتشوفوه في اللاب انا ما اتكلمتش عنه ان هو هتشوفوه في اللاب يعني تستخدمه في اللاب. هو بيحرك يعني في زاويه صغيره مش بيلف هو بس بيتحرك كده وكده اوكي. هو استبر بس راكب عليه حاجه حاجه كده شبه الجير بوكس عشان تخلي الزاويه بتاعت تفتح وتقفل اوكي. طيب الاستبر موتور احنا دلوقتي المايكرو كنترولر او الكمبيوتر او تيفا بيطلع 0 فولت و5 فولت دول ما ينفعوناش عشان نحرك استبر موتور. الحقيقه 5 فولت دي الاستبر موتور فيه احتكاك اقوى من انه يعرف في ال5 فولت تتحركوا. ف5 فولت دي غالبا ما تحركش استبر موتور. ممكن تحرك حاجه صغيره قوي استبر موتور تبقى صغيره قوي كده بس ما تحركش استبر موتور بحقه حقيقي مش هتديني تورك عادل. طب اعمل ايه عشان اقدر ابعت له فولتج عالي؟ الكمبيوتر ما بيطلعش غير 0 5 فولت. عايز الاقي طريقه ابعت له فولتج اعلى. هيتحرق عادي. ترانزستور ده بيعمل ايه؟ ماشي ايه اللي هيحصل؟ ما هو لو انت بتستخدم اولا يعني اي حاجه احنا شغالين بيها هم شغالين بترانزستورز فكلمه ترانزستور دي كلمه عامه قوي يعني انا ببقى عايز التفصيل اكتر يعني مش مجرد ترانزستور وخلاص. ماشي الهاردوير انترفيس ده احنا بنسميه موتو درايفر. هو فعليا احنا عشان نعمل كده في كذا طريقه وكل واحده ليها ميزه وعيب هنشوفهم دلوقتي سريعا. يعني هنشوف واحده دلوقتي وهنشوف واحده ثانيه كمان ثلاث محاضرات تقريبا. الطريقه الاولى بنستخدم موتور درايفر زي ده. دي اسمها اليو ان ال 2003 اي. دي شغلتها ممكن توصل لها 50 فولت بتوصل لها على بين منها 50 فولت وهي شغلتها. لو دخل لها يعني دي الرسمة بتاعتها لما بنتكلم عن موتور درايفر بنحط الرسمة دي كده. دي شغلتها ان انا لو دخل لها انا بعت لها زيرو تروح هي موصلة زيرو بره. لو انا بعتها 1 تروح هي موصلة 50 فولت بره. اوكي يعني انا ببقى مدي لها على بين منها كده 50 فولت وبدي هنا زيرو او 1. انا بتحكم هنا ببعت لها زيرو او 1 من ناحية وهي من الناحية التانية بتطلع الزيرو او ال 50 فولت اللي جاي لها من بره. اوكي طبعا ما ينفعش اديها فولتج عالي يعني الفولت اللي في الفيشه ده كام؟ 220 فما ينفعش اديها الفولتج عالي على طول فلازم احط لها ريزيستنس في النص بين الفولتج اللي جاي من الفيشه الكهرباء اللي بره وبحط لها سواء ريزيستنس ثابته او متغيره. يعني هو هنا حاطط ريزيستنس متغيره عشان يقدر يتحكم في الفولتج بتاعها. هو كل ما الفولتج يعلى كل ما ايه اللي يعلى معايا او يتحسن. يعني لما انا ليه بحب اني ارفع الفولتج؟ ما انا كنت شيت بالزيرو والفايف. الايه؟ التورك. اوكي؟ اصل انا قلت ان هو ما بيلفش. ليه ما بيلفش؟ لان التورك بتاعه بيبقى ضعيف قوي. اوكي؟ فاحنا كل ما بنعلى بالفولتج كل ما بعلى بالتورك. انا عايز اعلى بفولتج، طب افرضنا بقى انا عايز احرك حاجه كبيره. محتاجه فولتج يمكن 220 كمان ما يكفينيش واحتاج 3 فيز وحاجه كبيره. فلو انا عايز فولتج اعلى من كده البتاع دي اظن على ما اذكر يعني كانت اخرها 50 فولتج بعد كده هي شخصيا هتتحرق. وفي اللاب هتاخد واحده شبهها كده اسمه اتش بريدج بتاع كده شبه الكرسي هتشوفوه في اللاب. لو انا بقى عايز حاجه اعلى من كده بنلجا لسكه ثانيه اسمها ريلي. الريلي ده بقى ميكانيكال. ده بتاع زي سويتش كده انت بتبعت له لو بعت له 1 السويتش بيتقفل يوصل التيار لو بعت له 0 السويتش بيتفتح يقطع التيار. بس لما بيقطع التيار بيوصل 0 من الناحيه الثانيه. طبعا ده بيسمح لي لانه هو ميكانيكال الحقيقه فبيسمح لي ممكن اعلي عليه فولت عالي زي ما انا عايز بس مشكلته انه بطيء ما ينفعش اغير بسرعه عليه. هو هياخد وقت على ما يفتح ويقفل. هنشوف ليه بالتفصيل لما نيجي نتكلم على الاردوينو. تمام فده كده احنا طالما بنتكلم عن موتور مطرح ما تحط موتور يبقى لازم تحط معاه موتور درايفر. اوكي فاكر كده لما كنا بنقول زي ما بتحط اي ال يو لازم تحط معاها فلاج ريجستر. ما ينفعش تحط اي ال يو ما تحطش فلاج ريجستر. هي نفس الحكايه كده.
هم مطرح ما بتحط موتور نظريا لوحده كفايه بس عمليا مش هيلف، لازم تحط معاه موتور درايفر. نعم السيرفو هو ستيبر، هو ستيبر بس ما هنكون راكبه عليه حته اضافيه بس عشان تخليه يشتغل سيرفو. طيب الانواع الموتورز اللي في السوق، يعني انت لو نزلت تشوف المواتير، احنا شفنا في عندي موتور بيكون طالع منه 4 سلكات الفور واير، وفي الـ5 سلكات، وفي الـ6 سلكات، وفي الـ8 سلكات، بيطلع منه 8 اسلاك. دول شغالين ازاي؟ فور واير ده باي بولر وما بيشتغلش غير باي بولر، معتمد على ايه؟ ان انت لما هتحط التيار من ناحيه هيمشي كده يلف هنا ويخرج من الناحيه الثانيه باتجاه عكسي، فلو دي نورث هيبقى دي ساوث، لو دي نورث هيبقى دي ساوث اللي فوق. تمام؟ لاحظ انا ما بعرفش اتحكم في واحد لوحده، انا لازم اتحكم في الاثنين سوا مع بعض، فعشان كده ده بيشتغل باي بولر وفقط باي بولر. النوع الثاني 5 سلكات، جبنا سلكه في النص كده كومون. كومون دي حاجه شبه الجراوند يعني، بس احنا في الموتو ما بنقولش عليها جراوند لان مش لازم اوصلها بالجراوند، ممكن اوصلها بحاجه بس المهم تبقى كومون. يعني سي لو انا شغال ب 50 فولت ممكن بدل ما اوصلها بزيرو اوصلها بسالب 50، فعشان كده احنا ما بنسميهاش جراوند، احنا بنسميها كومون. كومون يعني حاجه اللي هي المشتركه. فساعتها طالما كله واصل على الكومون ده يبقى التيار لو مشي من هنا هينزل هنا مش هيكمل في الناحيه الثانيه، فده اقدر استخدمه كيوني بولر. اوكي ده اللي هو 5 سلكات. 6 سلكات هو 5 سلكات بس بدل ما انا حطيت له واحد كومون حطيت له 2 كومون، حاطط كومون للاثنين دول اللي قدام بعض وحاطط كومون للاثنين دول. اوكي تمام. ما هو انا عشان اشغله باي بولر محتاج اقطع الكومون ده لان هو الحقيقه هو شكله حتى مش هيشتغل، لان لو قطعته هم واصلين كله واصل مع بعضه بعكس دول، الاثنين دول واصلين لوحدهم ودول واصلين لوحدهم فما يشتغلش باي بولر. ده يوني بولر، وال6 واير هو هو يوني بولر. اخر حاجه بقى ده اللي هو كانه ادالك يعني ايه المبادئ الاساسيه للموتو وسابك انت تعيش حياتك، اللي هو الايت واير. طلع لك كل الاسلاك وانت خد وصل اللي انت عايزه. الايت واير ده عايز تمشيها فور وايرز عادي قوي، وصل الاسلاك زي ما انت عايز هيطلع لك فور واير، عايزه 5 وصل من بره هيطلع لك 5 وايرز، فده يشتغل باي بولر ماشي، يوني بولر ماشي، على اي حاجه تشغلها هيمشي. اوكي بس ده مش منتشر قوي يعني، ما افتكرش شفته كتير في السوق. اشهر حاجه هتلاقوها في السوق الفور والفايف. لو عايز باي بولر هتاخد الفور، لو عايز اليوني بولر هتاخد الفايف. سؤال، الباي بولر التورك بتاعه اعلى من اليوني بولر، امتى تبقى محتاج يوني بولر؟ امتى يبقى احسن لك تاخد يوني بولر؟ الاثنين نفس الزاويه والتورك بتاع ده احسن. ماشي طب مش فاهم معايا، طب ما عادي، ما انا ايه المانع ان ناخد الباي بولر؟ يعني ايه اللي يخليني امتى اقول لا ده انا عايز باي بولر مش عايز يوني بولر؟ او العكس سوري، امتى يخليني اقول انا عايز يوني بولر مش باي بولر؟ ما هو لو انا عايز التورك عالي يبقى الباي بولر احسن. ماشي لو مش محتاجه طب ما تاخده، ايه المشكله؟ يعني ايه المانع ان انت عايز مش محتاج التورك بس جبت واحد بتورك عالي، ايه المشكله؟ ما تاخد الباي بولر. لا امتى اقول انا عايز اليوني بولر مش عايز الباي بولر؟ الاثنين زي بعض. ده بيرعش شويه، لا ده انا بقول امتى، لكن ده ثابت. لو هنتكلم على الاستابيليتي بتاع ده ماسك ثبات اعلى زي بعض تقريبا. بس بالظبط البتاع ده بياخد كهرباء اقل، مش احنا قلنا توك اعلى يعني كهرباء اعلى؟ عايز توفر كهرباء قلل التوك. لو انت موصله على بطاريه وعايز توفر كهرباء بتاع البطاريه ومش محتاج التوك بتاعه. اوكي ما هي كل حاجه متربطه ببعضها، لازم تبقى عارف الديزاين بتاع السيستم بتاعك، معاك سيستم وعايز تعرف البطاريه بتاعتك كم ملي امبير، هتخلص منك بعد قد ايه، الموتور بياخد منك كم ملي امبير. ما تجيش تعمل ديزاين لسيستم رائع تفتحه يشتغل يعمل تك ويقفل والبطاريه خلصت وابدا اشحن تاني. سؤال كده، هو لو
لو انا زودت عدد الروتوتيس الستيبس بالسكند هيحصل لها ايه؟ لو زودت عدد الروتوتيس الستيبس بالسكند هيحصل لها ايه مع ثبات الار بي ام؟ هتقل. لو زودت عدد الروتوتيس الستيبس بالسكند تاخدها واحده واحده. لو زودت عدد الروتوتيس الستيب انجل هيحصل لها ايه؟ هتقل. طيب لو الستيب انجل قلت الستيبس بالريفولوشن هيحصل لها ايه؟ هتزيد. لو الستيبس بالريفولوشن زادت الستيبس بالسكند هيحصل لها ايه؟ هتزيد. لو الستيب انجل قلت الستيبس بالريفولوشن هتزيد صح؟ لو انت الستيب انجل بتاعتك درجتين يبقى الستيبس بالريفولوشن كام؟ الستيبس بالريفولوشن عشان الستيبس باللف في اللفه بس. لو الستيب انجل قلت الستيب ريفولوشن هتزيد هتبقى 360 يعني لو هي واحده هتبقى 360 صح. هو ايه الموضوع صعب؟ ده مجرد معادلات بتعوض فيها تك تك تك. فانا بس لو الستيب انجل قلت يبقى الستيبس بالسكند مع ثبات الار بي ام هتزيد. ماشي دول الكلمتين اللي انا قلتهم. سكيب سكيب كل الكلام ده. ماشي تمام. ده مثال يعني مش هدخل في تفاصيله يكفي بس انك تبقى عارف هو العلاقه بين الستيبس الروتوتيس والستيتوتيز تيس كل واحد لما بيزيد مين بيزيد ومين بيقل والكلام اللي انا قلناه دلوقتي ده. تمام. حد عنده اي اسئله كده؟ ماشي ده الموتور. هناخد حاجه ثانيه اضافيه بالمره النهارده علشان يعني المحاضره الجايه هناخد الاي دي سي ده موضوع كبير شويه. المره دي هناخد الداك يعني الدي اي سي لانه يعني موضوع بتاعه صغير فبناخده بالمره كده مع الموتور. يعني حد عنده اي اسئله في الموتور؟ طب ايه شايفيني ان انا بجري في الشرح ولا حاجه؟ في حاجه مش مفهومه؟ على فكره يعني وانت بتحرك موتور في المشروع بتاعك مش هتحتاج كل التفاصيل دي لكن انت كمهندس لازم تبقى عارف التفاصيل دي عشان عارف ايه تحركه ازاي. يعني الموتور لو عايز تغير حركته تعرف تغيرها. عايز تمشيه شويه بستيب وشويه بستيب ثانيه شويه تعلي التوك وشويه تزود الانجل يعني مفروض انك تبقى فاهم التفاصيل ده دي. لكن لو انت بتبرمج في الاردوينو وخلاص انت بتقول له اتحرك الزاويه الفلانيه وشكرا. هو بسطر واحد كده ستيب موتور دوت روتيت وبتدي له الانجل اللي عايزه يروتيت وخلاص في سطر بس. دي لايبرري لو انت هتستخدمها هتسكي لكن تبقى فاهم هي شغاله جوه ازاي. لو فتحت اللايبرري ويتش از هي اوبن سورس لو فتحتها هتشوف هتلاقي اللايبرري الكود جوه هو عمال يبعت 369 سي. تفتكروا 369 سي دي اللي هي ايه؟ هو 369 سي دي شغال بيلف في الموتور بانجل شكلها ايه؟ بستيب شكلها ايه؟ 369 سي تمام. 3 6 9 12 3 اللي هم واحدين وبعدين نشفت الواحدين دول 9 6 9 بلت 12 اوكي. 3 6 9 دي سي دي بتكون فول ستيب واحدين بعدين شفتهم. طب لو انا عايز احركه هاف ستيب ايه السيكونس اللي هبعته له؟ لو هاف ستيب اول حاجه هتكون ايه؟ سي اني هبدا بثلاثه وعايز احركه هاف ستيب بعد الثلاثه الستيب الجاي ادي له رقم كام؟ ادي له 2 بعد الاثنين 6 ما هو طالما 3 6 في النص بس حشرت 2 صح؟ فاهمين الكلام ده؟ يعني لو انا اديتك شويه ارقام هتقدر تقول لي الموتور ماشي في كل لسته من الارقام دي كان شغال على انهي نوع ستيب صح؟ ما انا مش لازم اثبت الستيب اللي همشي بيها ممكن امشي شويه بحاجه وبعدين اغيرها يعني زي ما انا عايز. ايه؟ 2 ازاي؟ ما هو في البدايه 3 1 1 بعدين شلنا دي قلبناها صفر
وسيبنا دي شغل موجودة اثنين، وبعدين حطينا واحد بعديها ستة، اوكي. بعدين هنطفي دي وهنشيل دي هتبقى خمسة، واحد صفرين ولا واحد صفرين دي ايه اربعة سوري ستة واحد واحد زيو، اوكي. هنشيل الواحد ده صفر يبقى واحد زيو زيو، واحد زيو زيو دي اللي هي اربعة، اوكي تمام. دلوقتي لو احنا عندنا سيستم ايه، هو انا بتكلم في حاجه غريبه يعني، انتوا مش متعودين مني على الاسئله دي يعني مش جديد عليا يعني. وده انا ما لفتش ولا ضبط، ده اسئله مباشره سهله جدا يعني، الموضوع في مستوى الطالب البسيط ان شاء الله. يلا دلوقتي لو احنا عايزين، عندي انالوج سيجنال زي انت بتتكلم في مايك، المايك ده طالع منه انالوج سيجنال، المايك ده بعد كده هيروح يوصل على سماعه، والسماعه دي بيدخل لها انالوج سيجنال عشان تسمعك، اوكي. طيب لو انت طالع من عندك من المايك انالوج سيجنال ورايح للسماعه انالوج، طب ما توصل السلك ده على السلك ده وخلاص، ورايح دماغك ليه؟ انترفيرنس ليه؟ انا معايا سماعه ومايك، فعليا انا لو مسكت المايك وصلته على السماعه يعني ما عادي، ما هو يشتغل. الفكره او المشكله اللي بتحصل معايا لو انا عايز اعمل يعني ايه اللي يخليني احتاج اوصله على ديفايس تانية اضافيه، يعني لو مسكت مايك ووصلته على سماعه ايه المشكله اللي هتحصل؟ فعليا مفيش اي مشكله. لو خدتوا بالكم في ناس كده يعني، في مايك كده بيبقى جاي معاه سماعه، في مايك جديد كده يعني الاطفال بتلعب بيه يعني، بيقعد يطلع حاجات غريبه كده، بس يعني هو مايك كده وفي سماعه وتقدر تتكلم والصوت بتاعك بيعلى وتعمل دوشه وحاجات كده، هو ده مايك. انت الصوت داخل انالوج طالع على السماعه انالوج، بتكبر وخلاص، اي امبليفاير كبره لك وخلاص، مش محتاج ان انا احوله انالوج ديجيتال ولا اعمل الكلام ده. امتى تبقى محتاج انك تحوله ديجيتال؟ لو هعمل عليه بروسيسنج، يعني لو الصوت دوت عايز تعمل عليه بروسيسنج، بروسيسنج بقى كان عايز تعمل عليه فلترز، عايز تعمل عليه اي شغل بروسيسنج انهانسمنتس في الصوت او حاجه كده، فساعتها الصوت اللي داخل لك ده انالوج سيجنال هيعدي على انالوج تو ديجيتال كونفرتر، يدخل الكمبيوتر بتاعي او الديجيتال سيستم بتاعي ديجيتال، يخرج من الناحيه الثانيه. طب انا عايز ابعته بقى للسماعه بتاعتي، هعديه بقى المره دي على ديجيتال تو انالوج كونفرتر، يطلع بالنسبه لي من الناحيه الثانيه سيجنال تقريبا انالوج. خد بالك الانالوج سيجنال بتبقى داخله لك كده، تدخل على السيستم بتاعي ديجيتال، تخرج من الناحيه الثانيه حاجه كده ديجيتايزد، يعني انالوج سيجنال بس حاصل عليها ديجيتايزيشن. طب هل السيجنال دي زي السيجنال دي؟ الجوده بتاع السيجنال دي اكيد مش هتبقى زي الجوده بتاع السيجنال الانالوج الاصليه، ولكن انت الطبيعي انت عايز تعمل بروسيسنج عليها بالفعل، فمحتاج لازم تحولها ديجيتال عشان تعرف تشتغل عليها. طيب سؤال، الاي دي سي والدي اي سي، خلينا في الاي دي سي، ده داخل له كام سلكه وخارج منه كام سلكه؟ واحده او اكتر داخل وواحده او اكتر خارج. داخل له واحده وخارج منه قد ايه؟ واحده ولا اكتر؟ اكتر من واحده. طب والديك داخل له شويه اسلاك وخارج منه كام سلكه؟ واحده. فالاي دي سي بيدخل له سلكه انالوج، يخرج منه شويه اسلاك ديجيتال. الداك العكس، بيدخل منه شويه اسلاك ديجيتال، يخرج منه سلكه اللي هي السيجنال بتاعتي. هنتكلم النهارده عن الداك، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الاي دي سي لانه مربوط اكتر بالسنسورز يعني والحاجات دي، هنشوف الموضوع بتاعها. طيب السؤال بقى، هنا داخل له شويه اسلاك، كل ما عدد الاسلاك ده يزيد ايه اللي ممكن يحصل بالنسبه لي؟ الريزوليوشن بتاعتي هتتحسن. طب لو افترضت ان انا داخل لي مثلا 8 اسلاك، يبقى اقدر اطلع كام فولتج ليفل؟ 2.8 اللي هم كام؟ 2.8 بواسطي؟ عيب عيب، حاسبات ومش عارفين 2.8 اي حاجه في الدنيا بكام؟ 2.8
256 267 128 266 64 265 32. لا المفروض بص يعني من 2 اس 2 مثلا وانت طالع مثلا سي لحد 2 اس 30 تكون عارفهم. مش يعني مش حفظ بس يعني انت طبيعي انك تعرف. يعني 2 اس 20 بكام؟ مليون ميجا يعني ما انت عارفين. و 2 اس 30 جيجا. طب موضوع سهل اهو يعني مش حاجه صعبه. طيب فالحقيقه ان احنا 2 اس عدد الاسلاك يديني الفولتج ليفلز يعني يقدر يديني كام فولتج ليفل. وطبعا كل ما عدد فولتج ليفلز يزيد كل ما كده بالنسبه لي احسن لانه بيدي لي ريزوليوشن احسن. معانا الداك اللي هنتكلم عنه هو الدي اس سي 808. احنا هنتكلم بس عن واحد عشان ناخده بالتفصيل لكن عادي اللي يمشي على ده يمشي على اي داك تاني. الداك 808 المفروض انه بيكون داخل له اي ريفرنس وبيطلع منه اي اوتبوت او في ريفرنس وفي اوتبوت. دي جايه منين؟ يعني انا دلوقتي سي لو انا مثلا في ريفرنس بتاعته 10 فولت معنى كده انه بيعرف يطلع اوتبوت من 0 لحد 10 فولت وانت تقدر تتحكم في الاوتبوت دوت بحسب الاصفار الوحيد اللي هتحطها عليه. ازاي؟ احنا بنبقى عايزين لو انا حطيت له اصفار يطلع لي كام؟ زيرو. ولو حطيت له وحيد هيطلع لي ايه؟ اقصى حاجه ممكنه، اقصى فولتج او اقصى تيار. فالمعادله اللي احنا بنشتغل بيها هي المعادله دي. لو حطينا هنا من اول دي نوت لحد دي 7 اصفار الاوتبوت الاي اوتبوت هتبقى ايه؟ بصفر. طب لو حطيت هنا وحيد الاي اوتبوت دي هتبقى بكام؟ تقريبا اي ريفرنس. هي الحقيقه هتبقى 255 على 256. لو جمعت الليله دي كلها طلعت 255 على 256 يعني واحد. ما يعني نفترض كانها واحد. يعني كانها اي ريفرنس. تمام؟ طب لو انا خليت دي 7 بزيرو يعني كله بوحيد ودي 7 بزيرو الرقم هيقل كتير ولا هيقل شويه ولا قليل؟ هيقل كتير. اوكي؟ انا كنت ضايف نص في الاخر يعني كل دول نص وده نص لوحده فهيبقى نص الاي ريفرنس تقريبا. اوكي؟ فعلى حسب انهي بت اللي انت هتخليه بزيرو او 1 هيطلع لك في الاخر الناتج. ماشي؟ طيب لما بنحب نوصل ال 808 ده احنا المفروض بندخله في ريفرنس من بره بنتحكم فيها وبيطلع لي الاوتبوت بتاعي اي اوت. الاي اوت هيدخل يعدي على ار ريزيستنس يطلع لي الفي اوت بتاعي. تعالوا نشوف كده مثال بالارقام. لو افترضت مثلا ان الار بتاعتي كانت 5 كيلو اوم والاي ريفرنس بتاعي 2 ملي امبير الفي اوت اللي هتطلع لو انا دخلت له الرقم دوت. عشان نحسب الموضوع دوت بسيطه هنحسب من الاصفار الوحيد دي في المعادله اللي فاتت الرقم ده هيطلع 153 على 256 نضربه في الاي ريفرنس اللي هي 2 ملي امبير يطلع لي الاي اوت 1.195. عايزين نطلع الفي اوت نحسبها ازاي؟ قانون اوم اي ار الاي بتاعتي هنضربها في ريزيستنس يطلع لي الفي اوت اللي هو 5.975 ده فولتج. اوكي؟ يبقى انت كده تقدر من خلال الرقم اللي هتدخله عندك تقدر تتحكم في الفي اوت اللي هتطلع، صح؟ تعالوا نشوف بقى كده حاجه نلعب بقى بالداك ده شويه. لو انا عايز اعمل بيه ساين ويف عايز اخليه يطلع لي ساين ويف نعمل ايه؟ الانبوتس اللي ندخلها له يطلع لي الاوتبوت من الناحيه الثانيه ساين ويف. ماشي يعني انا ممكن افكر كده اقول ايه؟ طب انا هديله مثلا ايه 0 1 2 3 4 الارقام ورا بعض ساعتها الاوتبوت اللي هيطلع لي شكله ايه؟ لينير. طب لو انا جيت مثلا لحد ال 20 ورحت منزل تاني يعني اديته 0 1 2 3 4 لحد 20 بعدين 19 18 17 الاوتبوت هيطلع ايه؟ اللي هو التراينجل ده المثلثات ده. لا بس دول مش ساين ويفز. عايزين بقى نعمل ساين ويف. عشان نعمل ساين ويف تعالوا نشوف مثال
نحله سوا للساين ويف. هات بس الرقم جدول على طول. هنفترض ان انا هشتغل بس بزاويه 30، ممكن اشتغل بزاويه اقل من كده، يعني هتحرك في الساين ويف 0 30 60 وهكذا، بس عشان المثال يعني ما يكبرش فنشتغل 30. لكن في الحقيقه لو انت شغال وعايز تدي ريزوليوشن للساين ويف اكتر تقدر. ماشي. فالبداية اللي قلنا دي الديجريز اللي عايزين نحسب عندها، عند الزيرو، عند الثلاثين، عند الستين، لحد عند 360. كل من واحدة من دول حسبنا الساين بتاعها، رياضة ماثيماتيكال عادي خالص. فاحنا عارفين مثلا ان ساين زيرو بزيرو، ساين 180 بزيرو، ساين 90 بواحد، وساين 270 بسالب واحد. اوكي، ده كلام الرياضة. ايه السؤال بقى؟ احنا عارفين ان في ريفرنس اللي اداك 808 شغال عليها 10 فولت، معنى كده بيتراوح من 0 ل 10 فولت اللي احنا شفناها من شويه. فهو يعرف يطلع اوتبوت من 0 ل 10 فولت. احنا عايزين انه يطلع 0 امتى و10 فولت امتى؟ عند كام؟ عند انهي حاله من دول عايزينه يطلع 0 فولت؟ عند كام؟ عند ال 270، مش عند ال 0، لان اقل رقم عندي هنا هو السالب واحد اوتبوت. يعني انا عايزه يطلع لي اوتبوت اقل حاجه، اقل اوتبوت هيعرف يطلعه هو الزيرو فولت. ده عايزينه يطلعه عند اقل اوتبوت هنا اللي هو السالب واحد. يبقى احنا عايزين هنا عند 270 يكون فيه زيرو. طب فين يكون 10 فولت؟ عند 90. هنا عايزينه يطلع زيرو، هنا عايزينه يطلع 10 فولت. طب عند الزيرو عايزينه يطلع كام فولت؟ 5. صح، في كام واحده كده اهو عرفناهم. هل تعرف تكمل بقيه الجدول؟ طرفين في وسطين بقى وعيش حياتك، تقدر تكمل بقيه الجدول دوت. يعني عارفين عند الزيرو 5، وعارفين ليه عند الواحد 10، عند الزيرو 5، عند السالب 1 0. بقيه الارقام تقدر تحسبها بنفس الطريقه، يعني طرفين في وسطين. اوكي، تقدر تحسب بقيه الارقام. عرفنا دلوقتي الاوتبوت ان فولتج اللي احنا عايزين نطلعه، صح؟ طب ايه بقى الانبوت اللي يطلع لي الاوتبوت ده؟ الانبوت اللي هيدخل على الداك، خد بالك الاوتبوت بتاع الداك ده ايه؟ ده فولتج، صح؟ انالوج سيجنال. الانبوت بتاع الداك ده ايه؟ ديجيتال نمبر، شويه صفار وحايد. ايه الانبوت اللي هندخله يطلع لي الاوتبوت ده؟ بنفس الطريقه بالظبط اللي عملناها دلوقتي. هو انا اقل حاجه بعرف ادخلها له ديجيتال ايه؟ زيرو. واعلى حاجه بدخلها له كام؟ 255، ان ما هو 8. 255، ما احنا بنتكلم على الداك 848 يعني. اوكي، يبقى اعلى حاجه بعرف ادخلها 255، اقل حاجه بعرف ادخلها الزيرو. هو عند اقل حاجه هيطلع اقل فاليو زيرو، عند اعلى حاجه هيطلع اعلى فاليو ال 10 فولت. معناها هنحط زيرو فين؟ هنحط الصفر ديجيتال فين؟ عند مين؟ عند 270 هنا هنحط، ندخل انبوت صفر. طيب عند مين هندخل له الانبوت ال 255؟ عند ال 90. طب سؤال كده، عند الزيرو هندخل له انبوت كام؟ 127؟ هو 127 ولا 128 ولا 127 ونص؟ لا، ده ديجيتال ما فيهوش نص. طب 27 ولا 28؟ 27. متأكدين؟ هو انت لو حسبتها تطلع لك كام؟ ونص. ما تفرقش، ما تحطها 27 ولا 28، هي هتفرق. ففي العادي احنا هنشتغل على 128. الحقيقه هي الرقم 128 لان هي دي الرقم اللي في النص. عندي من الناحيه اللي هنا في صفر، ومن الناحيه اللي هنا في ما فيش 256. بس اني واي، هي الصح 127 ونص. ما ينفعش انصاص، يا تنزل تحت يا تطلع فوق، ومش فارقه قوي لان في الاخر احنا الرقم اللي بنحطه هنا هيفرق معايا في الريزوليوشن بتاع الاوتبوت. وهي كده كده اصلا السيجنال مدشدشه، يعني مش فارقه كتير. ما تفتكرش يعني انها هتطلع لي سموث كده صايد، هي هتطلع بتاع كده مدشدشه وطالعه ونازله. تمام. طب لو انا عايز اطلع سكوير ويف، ايه الانبوتس، السيكونس اوف انبوتس اللي هقدر ادخله بحيث يطلع لي سكوير ويف؟ ادخل الانبوت ايه؟ بس كده، 0 255، 0 255. مش محتاج تحسب اي حاجه ولا بتاع، 0 255 وخلاص، الموضوع سهل. تمام. يبقى
اي سيجنال انت عايز تجنريتها تقدر تحسب الانبوت اللي يدخل بحيث انه يطلع لي في الاوتبوت السيجنال دي. مظبوط؟ حد عنده اي اسئله بالنسبه للديجيتال تو انالوج كونفرتر؟ تمام. احنا هنرجع للديجيتال تو انالوج كونفرتر مره اخرى قرب نهايه ما بندرس المايكرو كنترولر، ندخل جواه ونشوفه بيعملها ازاي. بس يعني حتى الان احنا بس يعني قلت اديكم زي نبذه كده، نبذه كده عنه وكده خلصنا. حد عنده اي اسئله؟ تمام، شكرا.